ايه يا رايق الروح روحي خليها ما عندك اطمان حتى تشريها يا رايق الروح روحي خليها ما عندك اطمان حتى تشريها والناس من المجتمع روحي اهديها والناس من المجتمع ايه والناس من المجتمع ايه يا رايد الروح روحي خليها ما عندك اثمان ايه يا رايد الروح ايه ما عندك اثمان ايه وبلا ثمن للمجتمع ايه وبلا ثمن للمجتمع ايه وبلا ثمن للمجتمع ها ها وبلا ثمن صوت الامل صلاح اسمع نياسه واسمع اقوالي واسمع اقوالي هذا انت شبراي يا صاحب الراي افهم التالي افهم التالي افهم التالي لو راح تختار ما الها اسعار والشعر غالي ما تدفع اموال ما تغير بحال فكري ومالي يا رايق الروح روحي خليها ما عندك اثمان يا رايق الروح وبلا ثمن للمجتبى روحي اهديها وبلا ثمن للمجتبى وبلا ثمن للمجتبى روحي اهديها وبلا ثمن للمجتبى وبلا ثمن للمجتبى روحي اهديها وبلا ثمن اي وبلا ثمن للمجتبى وبلا ثمن للمجتبى ما اسمع صوتك وبلا ثمن للمجتبى اهوى الميامين اسمع 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 اهوى الميامين هم الماهين للي واليهم للي واليهم والحب معروف دلال مشهور وانفتن بيهم وانفتن بيهم يروح يرجون مش ما يطلبون عمر انقيهم عمر انقيهم لا مهجر جنبك لا عمر ضحيت ما اجازيهم اي ما اجازيهم اي ما اجازيهم هل ما اجازيهم ما اجازيهم الحسن بير كعبة جنوني ما يطلب الطير وانخص عيوني للي هدى لي الموهبة روحي اهديها وبلا ثمن للمجتمع ايه يا ما يجرب روحي اهديها ايه يا ما يجرب روحي خليها ما عندك اثمان حتى تشريها وبلا ثمن للمجتمع ايه وبلا ثمن للمجتمع روحي هلا وبلا ثمن للمجتمع ايه وبلا ثمن للمجتمع وبلا ثمن للمجتمع صوتك 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 ما شاء الله ما شاء الله درب الحسن جيت وبشعر تمشيت واتبعت امره واللي يعزمون كانوا يريدون احجز المسره ارضا والكنوز العالم والكنوز وترك العطره شما تحول انطيك مطلوب نوافيك راح يجيب عشره
عشرة، الواحد يبقى عشرة، الواحد يبقى عشرة، هلا هلا، الواحد يبقى عشرة. فرطوش الحصار ما أمن منهم، لا والله الموت ما أصب عنهم، العذرة الهادي طيبة روحي أهديها ولا ثمن المجتمع. ايه يا رايد الله روحي خليها ما عندك اثمان حتى تشتري. ايه يا رايد الله ثمن للمجتبى روحي اهديها ولا ثمن للمجتبى. والله لا اخشى من النار في غد وانتم ولاة الامر يا آل احمد وهانذا ادعوكم رافعا يدي. خذوا بيدي